تتميز محلة الشواكة بنخوة أهلها والتزامهم بالعادات والتقاليد البغدادية الأصيلة، فهم يتشاركون في أفراحهم وهمومهم كعائلة واحدة. وربما تغير هذا الإحساس بالأخوة والصداقة الحقيقية بسبب الحروب وآثارها التي أفرزت عادات سلبية وأنست الكثير من الناس تلك الخصال الحميدة التي تحلى بها آباؤهم وأجدادهم، فكان الناس لا يقفلون أبوابهم، وكان حسن الجوار السائد في المجتمع آنذاك.